ليون نيس الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 24 مباراة كبيرة، مباراة شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها أداء كبير خاصة وين شاهدنا كيفاش وين ديمبيلي الذي سجل الهدف عن طريق ضربة الجزاء الأول في الدقيقة الثامنة في الشوط الأول اللي انتهى بشوط يعني انتهى بهدف لصفر الشوط الأول. كارل توكي الذي إيكامبي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 يعني وين شاهدنا مباراة يعني وين نقولوا بلي ليون وين فاز بالأداء والنتيجة، وين أنطونيو لوبيز في الحراسة، إيميلسون شنا ليون شنا كاستيلو شنا لوكاس يعني رومان شنا ماكسي شنا تيغو كارل توكي شنا موسى ديمبيلي يعني وين شنا حسام عوار اللي دخل في الشوط الثاني في الدقيقة 74 تينو في الدقيقة 74 كذلك شنا نيلس يعني وين والتير في الحراسة جون شنا في فليكس شنا كيفاش بينارد شنا دانتي شنا ماريو مورجان اندي ديلور جيستون شنا امين غويري دوخول يعني شنا هشام بوداوي في الاحتياط. يعني كانت مباراة اللي كانت يعني من كانت نقولوا بلي رغم ان اداء تاع نيس كان مليح لكن شاهدنا كيفاش وين الواقعيه في الاهداف كان من جانب ليون يعني وين شاهدنا بيتر بوس اللي دخل بالتشكيله 4-2-3-1 شاهدنا كيفاش كريستوف المدرب تاع نيس اللي دخل بخطه 4-4-2 رغم ان كانت السيطره مش كبيره من جانب ليون لكن نقولوا بلي 559 تمريره ليون 351 تمريرة نيس يعني ونقولوا كانت مباراة اللي كانت شيقة، مباراة شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها لعب جميل، مستوى رافع أمام ليون ونيس. يعني هذه هي الجولة 24، ليون يفوز على نيس بالأداء والنتيجة في الدور الفرنسي الدرجة الأولى.